في عصر تطورت فيه برامج الفوتوشوب، أصبح من الصعب التمييز ما بين الصور الحقيقية والمعدلة. هنستعرض معاكم النهاردة 10 صور حقيقية تماماً، واللي هتعتقدوا من الوهلة الأولى إنها معدلة بالفوتوشوب. تابعونا. الفتاة الرمادية. على الرغم من أن أداة السبلاش أو تحويل جزء من أي صورة ملونة للون الرمادي يعتبر اختيار شائع بالنسبة لمستخدمي برامج الفوتوشوب، إلا أن الصورة دي بالتحديد صورة حقيقية تماماً وغير معدلة إطلاقاً. اللي حصل بالظبط هو أن البنت اللي في الصورة قدرت أنها تبدع في تحويل نفسها بالتأثيرات الطبيعية لفتاة من زمن الأبيض والأسود، وده باستخدام صبغة معينة ومكياج معين وملابس خاصة، بالإضافة لاستغلالها للضوء والظل بشكل صحيح جدا، وده اللي اظهرها بصورة الابيض والاسود في الوسط الملون بشكل مثالي، لدرجة انه من الصعب ان حد يصدق انها صورة طبيعية. المسطحات الملحية. الصورة دي مش لشخص ماشي وسط السحاب، لكن الحقيقة ان السحاب منعكس بشكل مثالي على الأرضية. المكان ده موجود في بوليفيا وبيعرف بسالار دي يوني، وهو عبارة عن أكبر مسطح ملحي في العالم. المسطح ده اتكون نتيجة تحول عدد من البحيرات اللي كانت موجودة في عصور ما قبل التاريخ. وعلى الرغم من انه بيطلق على التكوينات دي اسم المسطح، إلا انها في الحقيقة مش مسطحة بشكل تام. المكان ده بيعتبر واحد من أكتر الأماكن اللي بيحبوا المصورين يلتقطوا فيها الصور لاتساع المكان والانعكاس المثالي للإضاءة والخيال على أرضية المسطح الملحي اللامعة. عمود الكهرباء المعلق. اللي في الصورة ده عمود كهرباء من النظرة الأولى يبان وكأنه معلق في الهواء، وأي حد هيعتقد إنها صورة معدلة باستخدام أداة المسح في أحد برامج الفوتوشوب، لكن الحقيقة اللي في الصورة ده ملوش أي علاقة بالفوتوشوب، فالعمود اللي في الصورة قاعدته اتحرقت، أما السبب في بقائه مرتفع عن الأرض أو معلق بالشكل ده فهو الأسلاك اللي ما زالت مداعمة وشايلة الجزء العلوي من العمود. البيت العجيب. اللي في الصورة ده المفروض انه بيت، بس من الوهلة الاولى هتعتقد ان الصورة في الاصل كانت طبيعية وتشوهت باستخدام ادوات الفوتوشوب، لكن في الواقع التأثير اللي في الصورة سببه تغطية المبنى بقطع لوحية مرسومة هي اللي بتميز البيت بشكله الغريب. الغابة الفنية. من الوهلة الأولى أي حد هيعتقد إن الصورة دي عمل فني أو لوحة مرسومة أو صورة معدلة بالفوتوشوب علشان تبان بشكل صور الكرتون، لكن المفاجأة إنها صورة طبيعية ملتقطة بكاميرا فوتوغرافيا وما حصلش فيها أي تعديل، وهي صورة لأشجار شوك الجمل في صحراء ناميبيا أثناء الغروب. تربة الصحراء دي جافة جدا علشان كده فكل أشجارها ميتة، لكن امتزاج لون الصحراء مع ضوء الشمس الطبيعي بيضيف للمنظر جمال وروعة وتبان الصورة وكأنها لوحة مرسومة أو صورة معدلة. اللوحة الزيتية. الصورة دي تبان وكأنها عبارة عن قارب بيسبح في وسط لوحة زيتية بتتكون من مزيج من الألوان، ومن النظرة الأولى للصورة تحس وكأنها معدلة بالفوتوشوب باحتراف، لكن في الحقيقة الصورة دي ما فيهاش أي فوتوشوب، وهي صورة حقيقية لبحيرة تشاو في الصين، واللي بتعتبر واحدة من أكتر بحيرات العالم تلوثاً، وده بيثبت إن حتى آثار التلوث أحياناً ممكن ترسم لوحة طبيعية سريالية خلابة. السير على الماء. الصورة دي من الصور الغريبة فعلا والمذهلة، لكن اللي في الصورة ده مش شخص خارق ولا بيقدر يمشي على المسطحات المائية ولا في أي نوع من التعديلات الفوتوشوبية في الصورة. كل ما هنالك إنها صورة ملتقطة في اللحظة المناسبة أثناء قفز الشخص في حمام السباحة. الصورة الكرتونية الواقعية.
الصورة دي مش صورة كرتونية ولا قطعة ورق مرسومة ولا صورة معدلة، اللي في الصورة ده في الحقيقة هو منحوتة حديدية. في سنة 1991 اشترى ألان جيبز مزرعة في أوكلاند بنيوزيلندا، واستغل مساحة المزرعة الكبيرة في عرض بعض المنحوتات الفنية الضخمة والأكبر حجما في العالم. القطعة الفنية دي بالتحديد اسمها هورايزن أو الأفق، وتم تصميمها بواسطة نيل دوسون. الجندي المزدوج. الصورة دي هيتهيأ لك وكأنها لجندي واحد مكرر، لكن الصورة في الواقع حقيقية جدا، وهي لمجموعة من جنود الجيش الصيني أثناء المارش العسكري. وبسبب انتظام مشيتهم وتزامنها والدقة الشديدة في الحركة ظهرت الصورة بالشكل المثالي ده. والشيء الوحيد اللي فارق ما بين الجنود واللي بيثبت إن الصورة حقيقية هو اختلاف وجوه الجنود. ركوب الأمواج بالدراجة البخارية. من الوهلة الأولى هتعتقد إن الصورة دي في الأساس كان فيها أحد راكبي الأمواج، وتم استبداله فوتوشوبياً براكب دراجة بخارية، لكن المفاجأة إن الصورة حقيقية. روبي ماديسون هو رياضي جريء حب إنه يجمع ما بين حبه لركوب الأمواج وشغفه بركوب الدراجات البخارية، فقام بتثبيت مزلجة مائية في دراجته البخارية وقدر إنه يتزلج بالدراجة البخارية في المحيط وكمان يركب الأمواج.